ومعنا في الاستوديو دكتورة عائشة أبو شجر، خبيرة أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني. دكتورة، يعني توضيحا للسادة المشاهدين ومن يتابعنا، هل الآي بي أو المعرف الرقمي لأي جهاز يتم تواصل أو اتصاله بشبكات الإنترنت، الشبكة العنكبوتية حول العالم، هل من الممكن رصده وتتبعه؟ أكيد أختي، الآي بي أدرس ما هو إلا بروتوكول في الإنترنت. الهدف من هذه البروتوكولات اللي موجودة في الإنترنت، سواء كانت الآي بي ولا غيرها، الماك ولا الجيتوي أدرسز، الهدف منها في الأخير أن نعطي عنوان فريد من نوعه لكل مستخدم على شبكة الإنترنت أو الشبكات حتى الخاصة اللي عندنا في البيت أو في جهات العمل. فأي واحد عنده أي حساب إلكتروني، خلنا نقول إيميل أو حساب في وسائل التواصل الاجتماعي، يكون مصاحب له آي بي أدرس فريد من نوعه. مو بمهم احنا اي اسم مستعار نستخدم، المهم ان الشبكات او الحواسيب تتعرف على ذي الحساب عن طريق الاي بي ادرس اللي هو العنوان. البروتوكولات هذه في الانترنت ما هي الا قواعد تحكم. احنا في الانترنت خلينا نقول، اعطيك مثال بسيط، لنفرض احنا مثلا نظام البريد، لو حبيت ان انا ارسل رساله لابد من وجود عنوان المرسل وعنوان المستلم، ولا الرسالة ما توصل. نفس الشيء على شبكة الإنترنت أو الشبكات الثانية، لازم يكون الرسالة لما تطلع من الحساب الإلكتروني على هيئة رزمة من البيانات يكون فيها عنوان المرسل وعنوان المستلم عشان توصل الرسالة. هذه المواقع أو الحسابات فيها هذه البروتوكولات اللي تحدد عناوينها، ممكن أنا من خلالها أعرف موقع المستخدم، ممكن أعرف الشبكة اللي استخدمها عشان يوصل إلى الجهة. طيب، يعني تأكيداً على ما تم نشره وإذاعته في التقرير، هل من الممكن أن أستخدم هذا الآي بي مثلاً في قطر ومن ثم أستخدمه مرة أخرى في السعودية أو البحرين أو غيرها، يتم التلاعب بهذا الآي بي؟ نفس ما قلت لك أختي، هذا الآي بي أدرس يدلني على الشبكة اللي أنا استخدمتها. نعم. في نفس الوقت ممكن يعطيني الآي إس بي اللي هي الإنترنت سيرفيس بروفايدر، ألا وهي شركة الاتصالات اللي أنا استخدمتها للتواصل مع الانترنت الخارجي. نعم. فإذا أنا بكون موجودة في البحرين ومستخدمة أحد شركات الاتصالات، بيكون موضح في الآي بي أدرس تبع حسابي أن أنا طلعت الرسالة من دولة استخدمت، وبذلك نستطيع غير تتبع. ممكن أن إحنا الآي بي أدرس فريد من نوعه. نعم. غير ممكن أنه يتكرر، أو أن أنا أقول أرسل من بلد معين ونفس الآي بي أدرس أستخدمه من بلد آخر. هذا الشيء غير هذا الشيء مرفوض. إذن من الواضح أنه من السهولة تتبع هذا الآي بي أو المعرف الرقمي وتوضيح أين تم إنشاءه وكيف تم استخدامه. بالطبع أختي، إحنا عندنا طرق وعندنا خلنا نقول أنظمة قادرة على أن هي تتبع مسار البيانات هذه وتوصل لمصدرها الرئيسي، وذلك تعرف على أيضا اللوكيشن تبعها. نعم. الدكتورة عائشة أبو شجر، خبيرة أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أختي.